بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو نواصل في شرح الشابتر 4 The Classical Three Terms Controllers من مقرر التحكم الآلي ومحدثكم دكتور منجي محمد زايدي. أوشكنا على نهاية هذا الشابتر وسننهيه بالديريفاتيف كنترولر أو الديريفاتيف أكشن Differentiation of the error with a constant gain. طيب هنا يعني الأكشن أو يعني the objective of derivative controller أو يعني حركة الديريفاتيف كنترول على الديناميك سيستم تكون كالآتي: detect rapid change in the output, reduce overshoot and oscillation, do not affect the steady state response. هذا هو النظام G of S my system or my plant my principal system. My controller is like this: KD time S هو derivative الضرب في S في الS domain هو derivative action. بالنسبة للديريفاتيف كنترولر or my derivative controller له input E of S وله output U of S. output الكنترولر هو في نفسه هو input السيستم، وinput الكنترولر E of S هو ايش يعتبر هو الايرور بين ال R of S والاوتبوت Y of S، لانه هذا comparator it can compare RS minus Y of S هو E of S، وبالتالي ال U of S يعني output الكنترولر U of S equal to the input E of S مضروب في ال KD time S. In the time domain I can take U of T equal to KD time اشتقاق الايرور مع الزمن. Here some plots with variable value of KD. I can take KD equal to 0, KD equal to 1, KD equal to 2 and KD equal to 10. increase in gain يعني بدأنا بالصفر ثم 1 ثم 2 ثم 10، فكل مرة upgrade transit response، يعني بطبيعة الحال كل ما غيرنا في الكي دي كل ما كانت transit response. transit response يعني الresponse in the when t go to infinity، يعني هذا هو المجال نسمي فيه الترانزيت ريسبونس. فبطبيعه الحال لما الكي دي ايكوال تو 0 هذا الترانزيت ريسبونس هنا، لما الكي دي ايكوال تو 1 الترانزيت ريسبونس لايك ذس، لما كي دي ايكوال تو 2 الترانزيت ريسبونس ات لايك ذس. يعني هنا the KD it can upgrade the transit response. decrease the peak time and rise time. بطبيعه الحال يعني نلاحظ انه كل ما زدنا في الكي دي كل ما البيك تايم يعني البيك تايم ينقص. هنا عندي بيك تايم، هنا عندي بيك تايم اقل، وهنا عندي بيك تايم اقل. اقل بيك تايم يتناسب مع الكي دي ايكوال تو 10، هذا كي دي ايكوال تو 0، هذا هي رسمتها. وهذا اكبر يعني اكبر بيك تايم مع الكي دي ايكوال تو 0، واقل بيك تايم مع الكي دي ايكوال تو 10. في الاخير نقول انه the derivative action can increase overshoot and settling time. يعني مهمتها أو إيجابيات derivative action هي أني increase overshoot and settling time. Thank you very much.